جولة في أهم إصدارات صحف أوروبا الشرقية نسهلها من بولونيا. صحيفة بولسكا نيوز أبرزت أن الإعلام الأوروبي ركز على الاختلاف البسيط في الأصوات بين مرشحي الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، ما يعني بالنسبة لها أن بولونيا يتجاذبها تياران سياسيين متناقضان، من الصعب أن يلتقيا حول تصور سياسي واحد، خاصة إذا اقتصر الحديث عن علاقات وارسو بالاتحاد الأوروبي، مشددة على أن فوز الرئيس الحالي يعني احتمال حدوث توترات متزايدة بين وارسو وبروكسل مع صعوبة التقارب. في روسيا اعتبر المتحدث باسم الكريملين أن تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة ضد نورد ستريم 2 وترك ستريم بموجب قانون العقوبات الأمريكي ضد معارضي الولايات المتحدة يمثل ضغطا وحشيا على الشركات الأوروبية ومحاولة جديدة للمنافسة غير العادلة في سوق الغاز، على صحيفة كوميرسانت. يومية يعني شفقة تركيا تطرقت إلى الموقف الرسمي من النزاع الأذري الأرميني، مبرزة استنكار أنقرة للهجمات التي شنتها أرمينيا على أذربيجان وحملات التشويه الموجهة ضدها، داعية السلطات الأرمينية للعودة إلى رشدها. في نمسا نقلت يومية ديبريسا تصريحات وزير المالية أكد فيها أن خطة الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الوبائية كانت ناجحة إلى حد كبير، خاصة بفضل نظام البطالة الجزئية وحزمة دعم المقاولات، مشيرا إلى خفض معدل إفلاس المقاولات الوطنية بأكثر من 40%، والتي اعتمدت تدابير منها خفض الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الرواتب وتمديد دعم التكاليف الثابتة.